دلوقتي خلينا نروح نتعرف على اخر اخبار الطقس اللي لمياء زميلتنا لمياء حمدينة هتقولها لنا بالتفصيل. لمياء اتفضلي. صباح الفل يا جمانه. دلوقتي هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي النهاردة الصبح شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط رياح على بعض المناطق. لمزيد من التفاصيل عن حالة الطقس النهاردة معانا على التليفون الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. خلينا نطمن من خلال حضرتك النهاردة على حالة الطقس اليوم. احنا طبعا اليوم وغدا بنشهد تحسن في الاحوال الجويه، الاجواء الصيفيه المستقره مع كمان مزيد من التحسن في الاحوال الجويه. احنا بنتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على تكسر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبدوره بيحجب جزء من اشعه الشمس، فطبعا بيحد من تاثير اشعه الشمس، وكمان طبعا معاه فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه زي مطروح والاسكندريه العالمين، لكنها كلها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، فقط بتخلينا نحس بمزيد من التحسن في الاجواء، بالاضافه كمان ان احنا فترات النهار وبعد فتره الظهيره بيكون في نشاط للرياح سرعته ما بين ال 30 الى ال 40 كيلومتر على الساعه على اغلب مناطق الجمهوريه. نشاط الرياح ده بيساعدنا ان احنا نحس بنسب رطوبه اقل، فبنحس بانخفاض درجات الحراره، وده تحديدا بيكون بنحس بيه اكتر فترات الليل وبنحس بالاجواء المعتدله لفترات الليل. بصفه عامه الاجواء خلال فترات النهار هي اجواء حاره رطبه على سواحلنا الشماليه محافظات الوجه البحري القاهره الكبرى، اجواء شديده الحراره خلال فتره النهار على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. زي ما ذكرنا خلال فترات الليل اجواء معتدله تماما، هنحس بانخفاض درجات الحراره بسبب وجود نشاط للرياح، بالاضافه كمان ان احنا فترات الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل متوقع تكون شبوره مائيه خفيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري سواحلنا الشماليه ومدن القناه، وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق دي، مع تكونها دايما بيكون في الساعات المتاخره من الليل يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس. مهم جدا السادة قائدي المركبات والمسافرين على الطرق ياخدوا حذرهم والقيادة بهدوء تام مع وجود الشبورة المائية. يمكن فترات النهار هنحس شوية بارتفاع درجات الحرارة بسبب تأثير نسب الرطوبة اللي موجودة في الجو اللي بتتجاوز أحيانا 90% على المناطق الساحلية، بتتجاوز 85% على القاهرة الكبرى، فنسب الرطوبة خلال فترات النهار هتزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لكن بصفة عامة على مدار اليوم كل الأجواء أحسن طبعا بكثير من الاسابيع الماضيه، وخاصه كمان خلال فترات الليل والصباح الباكر هنشعر بالتحسن في الاحوال الجويه. نشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى 33 والصغرى 24، العاصمة الإدارية العظمى 34 والصغرى 23، اسكندرية 30-24، العالمين الجديدة 30-25، مطروح 29-23، سيوة 37-22، بورسعيد 31-24، إسماعيلية 34-24. نروح للسويس 34-24، العريش العظمى 31 والصغرى 23، طابة 37-26، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 37-28، والفيوم 34-24، بني سويف 35-23، المنيا 36-22. أسيوط العظمى فيها 36 والصغرى 22، سوهاج 40-25، قنا 41-27، الأقصر 42-28، أسوان 43-30، الوادي الجديد 40-27، شلاتين العظمى فيها 39 والصغرى 30، وأخيرا حلايب 36-27.